الإنسان مبتلى بعلاقته بأهله وأرحامه وإخوته وأخواته وزوجته وأولاده. علاقته بهم علاقة اختبار وابتلاء وامتحان. يقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة أي اختبار وامتحان. يختبر الله تعالى هذا العبد كيف يؤدي واجباته وكيف تؤدى له حقوقه. هذا الاختبار ينتهي بوفاة العبد أو وفاة من يلوذ به من أقربائه وأرحامه، ويوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا حال عموم الناس. أما إذا كانت العلاقة في الحياة الدنيا علاقة طيبة، علاقة إيمانية، علاقة على الطاعة، هذه العلاقة تكون سعادة تمتد في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وبالتالي هذه العلاقة إما ستكون مجرد سؤال في ورقة اختبارك في الحياة الدنيا ينتهي مع انتهاء حياة الإنسان أو أحد أرحامه وأقربائه ثم يجازى يوم القيامة، وإما تكون كذلك سؤالا نجيب عنه بشكل صحيح ونتعامل مع هذا الابتلاء والامتحان بشكل صحيح، ثم يكون سعادة لنا في الحياة الدنيا وسعادة لنا في الدار الآخرة. شهر رمضان هو شهر التقرب إلى الله تعالى، كل منا له ميدانه في التقرب إلى الله. هذا يتقرب إلى الله تعالى بصلاته، وهذا بأذكاره، وهذا بصدقاته، وهذا بنفقاته، وهذا بعمله الخيري، وهذا بعمله التطوعي. كل واحد منا له باب فتحه الله سبحانه وتعالى له. لكن أريد أن أخبرك أخي الكريم عن أوسع أبواب الجنة، عن باب عظيم في الوصول إلى الله، ألا وهو والديك. يقول عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ إن شئت هذا الباب أو فأضعه. الأمر إليك، أنا علي أن أخبرك بأنه أوسط أبواب الجنة. ما معنى أوسط؟ يقال الوسط للأجمل والأبدع. أقول هذه الجوهرة هي واسطة العقد، يعني هي الأكبر والأجمل والأوضح في العقد. وأقول هذا الجبل وسط بين الجبال، يعني هو الأعلى والأكبر وعليه يقاس بقية الجبال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: الوالد، يعني والوالدة، أوسط أبواب الجنة، وكأنه أكبرها وأعلاها وأوسعها، فحذاري أن تضيعها. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ويقول عليه الصلاة والسلام: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان. وكان حارثة مشهورا ببره لوالدته، فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك البر، كذلك البر، أي كذلك البر يفعل، كذلك البر يرفع صاحبه، كذلك البر يضمن لصاحبه الفلاح في الدنيا والتوفيق في الدنيا والفلاح والفوز في الآخرة. عبادة الله تعالى مزيج من ثلاثة أشياء: تذلل وخضوع ومحبة. هذه الثلاثة لا تجتمع إطلاقا إلا في عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكنها تجتمع نسبة في طاعة الوالدين، إذ طاعة الوالدين طاعة لا يشوبها التأفف. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طاعة لا تخلو من الإخبات والتذلل النسبي: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. العلاقة مع الوالدين ليست علاقة تقوم على الندية،
والله إنك لتعجب اليوم من شاب أو فتاة يكلم أمه أو تكلم أباها بطريقة ندية، لكأنها تكلم صديقتها، لكأنه يكلم صديقه، طريقة لا فيها من الاحترام ولا التوقير ولا الأدب ولا اللين واللطف مع الوالدين، بل فيها من القسوة والجفاء ما فيها. هذا للأسف مما زحف إلينا من مجتمعات لا تلقي للأب بالا، إنما تعتبره شريكا في عملية بيولوجية أدت إلى ولادة هذا المخلوق أو هذا الكائن البشري، والأم هي عبارة عن مستودع مؤقت نتيجة رغبتها وشهوتها كان هذا المخلوق ثم وضعته ومضت. لذلك هذه المجتمعات لا تقيم للأب ولا للأم ميزانا ولا تلقي له بالا. أما في ديننا فإن للوالدين منزلة عالية. نعم في الديانات الأخرى هناك وصية بالوالدين، لكن في الإسلام هناك وصية نوعية بإكرام الوالدين بالإحسان إليهما. يكفي أن الله سبحانه وتعالى قرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين، فقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لعل هذا الاقتران هو نتيجة ذلك الحب والخضوع والتذلل النسبي الذي يكون للوالدين ولا يكون على إطلاقه إلا للمولى عز وجل. روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو والده، فقال يا رسول الله أشكو إليك أبي، إن أبي يأخذ مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأتني بأبيك. فلما ولى الرجل ذاهبا نزل جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما حضر الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا إن ابنك يشكوك أتأخذ ماله؟ فقال له الأب يا رسول الله سله هل أنفقه إلا على عماته أو خالاته أو نفسي؟ سأله هل هذا المال أنا أخذه وأنفقه هنا وهناك أم أنفقه على ما يجب عليه أن ينفق عليه ويعين فيه، أن يؤدي حقه تجاه أبيه وتجاه أمه وتجاه عمته وتجاه خالته من ماله الذي امتن الله تعالى به عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه دعك من هذا، حدثني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذنك. فقال الشيخ يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما قلت؟ قال قلت غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني إليك وتنهل، إذا ليلة سامتك بالضر لم أبت لشكواك إلا حائرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنني لا أعلم أن الموت حتم مؤجل، حتى إذا ما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. على الأقل يا أخي إن كفرت معروف والدك تصرف معه كما تتصرف مع جارك، جارك يطعمك أو يرسل لك الطعام الهدية من الطعام فتعيد له مثلها، والدك الذي أعطاك من وقته وجهده وماله، الذي كنت أكبر همومه وغذى لك نفسك وعقلك وجسمك ثم اشتد عودك، على الأقل كافئه كما تكافئ جارك
ورد له معروفه بأن تعطيه وتؤدي واجبك نحوه، فهو الذي رعاك صغيرا فكيف تضيعه كبيرا؟ بشكل عملي، أكرم والديك في الشهر الفضيل، وإن كنت لهما مكرما فزد في رمضان في إكرامهما، وسع عليهما يوسع الله عليك، اطلب دعاءهما خاصة في الليالي، اطلب أن يدعو لك والدك ووالدتك في ظهر الغيب لتفتح لك أبواب الخير والتيسير. ووالله إنك لن تجد بارا بوالديه إلا وهو موفق سعيد في حياته، ولن تجد عاقا لوالديه إلا وقد فتح له التعسير من أوسع أبوابه. حاول أن تخدم والديك، إذا كان والدك يحتاج مصاحبتك إلى المسجد، يحتاجك أن توصله، أن تأخذ بيده ذهابا وإيابا، فكن في خدمته. إذا كانت والدتك تحتاج منك أن تشتري لها بعض الحاجات، فلا تتأفف ولا تتذمر ولا تتحجج بأنك صائم. احذر أن تؤذي والديك بلسانك، احذر أن تؤذيهما بنظرة عينك، واحذر أن يحسب والداك للحديث معك حسابا، فإن هذا نوع من العقوق، أن يحذر الوالدان كلامهما مع ولديهما، لأنهما يعلمان منه سرعة الغضب وحدة الرد. إذا وسع الله عليك فقدم ضيافة لأحباب والديك، لأرحامهما، لأصدقائهما، ادعوهم إلى مائدة الإفطار إكراما لوالديك. فإن كان والدك أو والدتك في الحياة الآخرة فقدم لهما صدقة على روحهما. كذلك لا تنسى في آخر رمضان أن تقدم هدية العيد وحلوى العيد وضيافة العيد لوالديك. استثمر في علاقتك مع والديك، فهذا أوسع الأبواب لتنال به رضا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل.